مطار بلا مسافرين، هذا هو حال مطار صنعاء الدولي بعد إيقافه من قبل قوات التحالف العربي في أغسطس الماضي. فالمطار الذي سيطرت عليه ميليشيا الحوثي منذ نحو عامين تحول إلى ساحة شبه فارغة خلال 3 أسابيع الماضية، باستثناء بعض الرحلات الإنسانية التي تسيرها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. إيقاف تسبب في إلحاق الضرر بالكثير من العالقين خارج الوطن، حيث أعلنت وزارة النقل اليمنية أن 7600 غير قادرين على العودة إلى ديارهم، جلهم ممن يتلقون العلاج في الخارج. ميليشيا الحوثي بدورها والتي تسيطر على الخطوط الجوية اليمنية قامت باستغلال حالة الشلل التي تمر بها البلاد من خلال رفع أسعار التذاكر الدولية إلى أسعار قياسية وتسخيرها للمجهود الحربي. شلل حدا بناشطين إلى دعوة التحالف لفتح المطار في الوقت الذي طلبوا فيه الميليشيا بضرورة عدم استخدام المطار المدني لأغراضها الحربية.